نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام والإيمان وفتح لنا أبواب الجنان في رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، فيا معشر الإخوان اعلموا أن هذا شهر عظيم، شهر رمضان، فاسعوا إلى تحصيل بركاته بالصوم والطاعات والتنزه عن العصيان. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدعو شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والصيام جنة، وإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد فليقل إني امرأ صائم. وقال عليه الصلاة والسلام: أغزوا تغنموا وصوموا تصحوا وسافروا تستغنوا. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض صيام رمضان وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال أيضا: الصوم جنة ما لم يخرقها. قيل: بما يخرقها؟ قال: بكذب أو غيبة. وقال أيضا: إن لم يدع قول الزور والعمل به فليس به حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. وإذا دخل العشر الآخر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد الميزر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بارك الله، بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى في السر والعلن وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فقال الله تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وبناته وعميه وحفيديه وأصحابه أجمعين، خصوصا على أفضل الصحابة بالتحقيق سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعلى الناطق بالصدق والصواب الفارق بين الحق والباطل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعلى كامل الحياء والإيمان جامع آيات الله القرآن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلى أسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلى السعيدين الشهيدين سيدي شباب أهل الجنة أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وعلى عميه المكرمين أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس رضي الله عنهما، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة الكرام البررة، وعلى سائر الصحابة من المهاجرين والأنصار وأتباعهم وتابعيهم إلى يوم القرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل أعداءهم اليهود والنصارى والمشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ولا تجعلنا معهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی وسلم دائماً آباد علی حبیبک خیر الخلق کل